الانفجار الذي وقع في مستودع لذخيرة تابع لحزب الله في جنوب لبنان هو بمثابة تذكير آخر في الخطر الذي يشكله حزب الله على الاستقرار في المنطقة. في مصر انطلاق الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت يسود هدوء حذر منطقة محيط مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية بعد سقوط نجيب ميقاتي يؤكد التمسك بانتخابات المجلس الشرعي وفق الأصول رافضا أي انقسامات داخل الطائفة السنية. ميقاتي وفي لقاء مع فعاليات طرابلس أشار إلى أن تأثير الأزمة السورية يزداد على لبنان، القرار الأصعب هو تحمل المسؤولية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن أكبر عملية تزوير وغش أكد نائب بطرس حرب أن الأجهزة النيابية ومقرريها وأعضاء مكتب المجلس في قوة. وأعلن حرب لصحيفة النهار أنه اتصل لهذه الغاية برئيس المجلس النيابي نبيل بري ليبلغه الاستجابة لمسعاه على هذا الصعيد وليطمئنه إلى أن موقف 14 من أذار لن يكون سلبيا. حرب الذي اعتبر أن فريق الثاني من أذار يعد خطة لتأخير الانتخابات جزم أن قرار المعارضة هو تعديل قانون الانتخاب وتغيير قانون الستين وإجراء الانتخابات في موعدها أيا تكون الظروف. هبة أمريكية للجيش اللبناني أول شحنة طائرات مروحية يتسلمها منذ 15 عاما. بتقدمة من رجل الأعمال سركيس سركيس تم افتتاح قاعة مراقبة في المدرسة الحربية في الفياضية من أجل زيادة الإجراءات الوحيدة لوحدة البلاد. الانتخابات الطالبية في الجامعة الأنطونية تجري وسط مقاطعة قوى 14 من أذار. بالخاص عندما يصبح الشفاء أمنية عيد الميلاد، الأطفال المصابون بالسرطان يرمون معاناتهم. تقرير للزميلة سيران حاي. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اختيار السناتور الديمقراطي جون كاري وزيرا للخارجية خلفا لهيلاري كلينتون. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتصالا هاتفيا بالسناتور الديمقراطي الأمريكي وشكرته على اختيار كاري خلفا لها ليكون مسؤولا عن الشؤون الخارجية كوزير للولايات المتحدة. قدم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي استقالته إلى رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو بعد. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك أن الجيش السوداني الجنوبي أسقط مروحية للأمم المتحدة من 4 أفراد. والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميل جوني تانيوس. جوني صباح الخير. ميقاتي يؤكد التمسك بانتخابات المجلس الشرعي وفق الأصول رافضا أي انقسامات داخل الطائفة السنية. ميقاتي وفي لقاء مع فعالية طرابلس أشار إلى أن تأثير الأزمة السورية يزداد على لبنان والقرار الأصعب هو تحمل المسؤولية. اللبنانية دكتور سمير جعجع أن أكبر عملية تزوير وغش هي. والآن مزيد من الأخبار المحلية. في الخاص عندما يصبح الشفاء أمنية عيد الميلاد، الأطفال المصابون بالسرطان يرمون معاناتهم. تقرير للزميلة سيران حاي. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اختيار السناتور الديمقراطي جون كاري وزيرا للخارجية خلفا لهيلاري. أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتصالا هذا البيان الكتابي أنها اتصلت بالرئيس الأمريكي وشكرته على اختيار كاري خلفا لها ليكون مسؤولا عن الشؤون الخارجية كوزير للولايات المتحدة. قدم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي استقالته إلى رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك أن الجيش السوداني الجنوبي مكون من 4 أفراد. والآن الصفحة الرياضية مع الزميل جورج السويدي. والآن صفحة الأحوال الجوية مع الزميلة أليل برمانة أبي هيلة. ختام النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الجثامين الثلاثة فسيتم بعد صلاة الظهر في طرابلس. نشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء. طقس اليوم أمطار متفرقة، ثلوج على ارتفاع 1400 متر وتحسن تدريجي ابتداء من بعد الظهر. السلطات
اللبنانية تتسلم ثلاثة جثامين جديدة من ضحايا مجموعة تلكلخ في العريضة على أن توارق الطرى بعد الظهر في طرابلس. اختطاف سبعة مسيحيين سوريين من بلدة ربلة الحدودية في ظروف غامضة أثناء انتقالهم بين لبنان وسوريا. فتح تعلن عن مساع فلسطينية لتجنيب مخيم اليرموك تداعيات أحداث سوريا وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إليه. بعد قرار مجلس الشورى، دار الإفتاء تعلن الاثنين تأجيل انتخابات المجلس الشرعي 45 يوما، وقباني يقول ربما تكون هناك مفاجآت. انطلاق الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر وسط تصاعد التوتر بين الإسلاميين ومعارضي مرسي. هذه الأخبار وسواها تفاصيلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى الحازمية لمتابعة الصحفي الذي عقده النائب بطرس حرب، والذي تناول فيه الأوضاع الراهنة وملف الانتخابات. ومن أبرز ما جاء فيه أن موافقة 14 أذار على اتفاق الدوحة كان لإعادة بناء الدولة وعودة الحوار الديمقراطي، وأن حكومة 8 أذار أتت بقوة السلاح ولم تتخذ أي إجراء في ملف شهود الزور، وأن تباحث المسيحيين في بكركي كان حول قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل والصيغة الأفضل انطلاقا من الطرح الأرثوذكسي وليس تبنيا لهذا الاقتراح. كما أكد حرب التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وطالب بتشكيل حكومة حيادية للإشراف على هذه الانتخابات. المزيد في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية، ابقوا معنا. تنتظر النتيجة النهائية آملا في أن تكون إيجابية لتأمين عودة سريعة للنازحين الفلسطينيين إلى لبنان. اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن كلام الوزير جوبل تنص على عدم إقفال الحدود أمام النازحين وتفرض تقديم المساعدات الإنسانية.